كابتن حسن، حضرتك طبعا ملك نص الملعب، شايف اداء الزمالك بقى النهارده ايه في نص الملعب مقارنه باداء اسوان في نص الملعب؟ لا النهارده انا حاسس لعيبه الزمالك يعني الشوط الاولاني يعني كلهم كانوا يعني ما جوش الماتش يعني لان انا احساسي ان بسبب ان هم كانوا بيلعبوا الماتش اللي فات الساعه 7 بالليل فتركيزهم لعيبه الزمالك بتلعب بالليل لما يجي يلعب 2:30 فرق التوقيت دوت لان انت عارف في نقطه ممكن ناس كتير قوي ما تتكلمش فيها انت لما تيجي تصحى الغداء بتاعك بيبقى الساعه كام؟ هيبقى الساعه 12 وتروح الماتش على 2:30 فانت لازم تنام بدري وتصحى بدري. انا شايف ان سبب خساره نادي الزمالك النهارده ان اللعيبه ما ركزتش وما نامتش كويس وما ركزتش ما ادتش اهتمام الماتش قوي لان حاسين بسبب المكسب بتاع ماتش الاسماعيلي. حتى المدير الفني انا حتى من النقطه اللي انا مضايقاني جدا المدير الفني بعد ماتش الاسماعيلي راح للجمهور وقعد يقول انا بقينا نمبر 1 احنا الاول الدوري لسه بدري قوي على الموضوع ده. يعني انت يعني اللي بتلعب بره الملعب كان اكتر من اللي جوه، يعني تركيز اللعيبه والمدير الفني مع الجماهير مع السوشيال ميديا مثلا. انا بالظبط كده انا حاسس ان هم كانوا مش مركزين وحاسس ان هم يعني ما كانوش مدين يعني اهميه للمباراه، حاسين ان هم هيكسبوا نادي اسوان. فنادي اسوان على فكره نادي اسوان من اول الموسم لغايه المباراه ديت بيعمل اداء كويس جدا من احسن الفرق اللي عجباني في الدوري المصري من ساعه الصراحه ما امسكهم كابتن ربيع. يعني طبعا حتى هو لا اختياراتهم للعيبه ادائهم اللعيبه بتجري كتير اللعيبه حتى في لعيبه كتير قوي مشيت وده اخر المطاف بتاعهم فعايزين يعملوا اداء كويس زي واحد محمد حمدي الماتش اللي فات جايب هدفين وكان نجم المباراه وكان السنين اللي فاتت مستواه كان نازل يعني مستوى قليل. فهو نادي اسوان عمل اداء كويس جدا بقاله الماتشات دي كلها. هو انا حاسس ان هو في كونسيستنسي في استمراريه في ثبات في الاداء بتاع نادي اسوان بالظبط. فهو دوت انت مفروض عارف ان نادي اسوان نادي فيه لعيبه كتير قوي عندها طموح وبتجري كتير فانت اتفاجئت. انا حاسس ان اللعيبه اتفاجئت بجري اللعيبه يعني بتيجي في المباراه الكره الثانيه نادي اسوان كل كره ثانيه واخدها كل كره مشتركه يعني انت الاجوان اللي دخلت في نادي الزمالك كور ثابته. نادي الزمالك كان السنه اللي فاتت مميز جدا جدا بكور ثابته كان على طول بيكسب بكور ثابته يروح جايب جون بكور ثابته. النهارده بيبقى هو اللي بيخسر بكور ثابته يعني هو كمان يعني ماتش الاسماعيلي ابو الفتوح هو اللي جايب الجول النهارده عبد اسمه ده السيرد باك هو اللي جايب الجول بتاع نادي الزمالك فاهمني. ففي حاجات كتيره نيران الصديقه ايوه بالظبط كده برضو ما بين السيرد باكات انا دايما بقول نادي الزمالك كان السنه اللي فاتت مميز جدا ليه؟ كان بيلعب بخمسه ورا يعني يلعب خمسه ورا دلوقتي بيلعب اربعه، اربعه ديت للعيبه امكانيات اللعيبه اللي عندك ما تلعبش اربعه عندك لعيبه ما عندهاش سرعات بالذات كمان بعد اصابه الونش انت افتقدت يعني 50% من قوه نادي الزمالك.